ناحية الشمس الإسكان، وماذا نتوقع للشمس الإسكان بعد الصعود اللي بيحصل ده؟ وإحنا كنا متوقعين وعاملين توصية بإن إحنا عندنا هدف عند القمة القادمة اللي عند مستوى 8.70 قرش اللي إحنا قريبين منه، وأعتقد إن أحسن من عنده تصحيح، ونصحنا بشراء من المستويات دي اللي هي مستويات 6 جنيه، وهنوضح ليه إحنا نصحنا بشراء من المستويات دي وما زلنا نوضح. طيب أنا كعملت عندي صعود على شكل A B C، و C كان جاي على شكل زجزاج A B C، يعني الضلع A وبعد كده الضلع B B، و C كان جاي على شكل زجزاج، عملت هبوط خماسي، صعدت على شكل ثلاثي وعملت هبوط خماسي، وبعد كده حصل انعكاس عندي. الانعكاس عندي حصل على شكل 1 2 3 4 5، وهنا عندي النموذج ده نموذج بوك متسع. يعني ايه بوك متسع؟ خلينا نشرحه. يعني انا بمنتهى البساطة عملت الموجة الأولى بتبقى قصيرة، والموجة الثالثة الأطول، والموجة الخامسة بتبقى أقصر. يعني استحالة في النموذج ده الموجة الخامسة تيجي من الموجة الأطول، والموجة الثالثة هي اللي بتبقى الأطول. وعملت النموذج البوك هنا، بقول بحط على الأولى وعلى مستوى وعلى الموجة الثانية أو قاع 2، فبلاقي إن أنا 4 ما كسرتش، وخمسة والموجة التصحيحية تقريبا بتبقى قريبة من المستويات دي اللي هي مستويات الترند، وغالبا الموجة دي بتصح تحت مستويات 61 فيبو، تمام. والموجه الخامسه ما بتكونش قويه قوي لان الموجه 4 بتبقى هبطت بعنف، تمام. ده فكره النموذج البوك المتسع. طيب حصل عندي كل الكلام ده، اول حاجه هتخطر في بالي ايه؟ ان انا هسحب فيبوناتشي واخد اهداف. اخد اهداف منين؟ من القاع اللي تشكل هنا في الموجه دي ومن القمه. سوري، انا بدل ما ناخد خلينا فيبوناتشي ريتريسمنت، هناخد فيبوناتشي وناخد اهدافنا. قلنا هناخد القاعدة وهناخد القمة اللي تشكلت في اللي هي 5 اللي هو قمة الموجة كلها، وبعد كده هنبحث ايه؟ هنبحث مستويات بقى ال 161 فيبو منين. من المستويات دي هلاقي ان انا المستهدفات بتاعتي اصلا فين؟ ما بين المستويات ال 13 جنيه و 25 قرش لحد مستويات ال 15 جنيه. طيب ده كلام جميل قوي، يعني انا ما زلت اتوقع لسه مزيد من الصعود. ومحدش يا جماعه يروح يفتح لي المجدي، لان انت فتحت المجدي هتتفرج على هذا الشكل هتلاقي ان انا عندي نقص في الزخم. طيب ففكره الاعتماد على الاندكتورز بشكل كبير قوي انا بشوفها انها فكره مش جيده، خصوصا لو انت بقى رحت على فريمات صغيره هتلاقي فيه زياده في الزخم بتحصل هنا اهو. ف الفكره الاعتماد بشكل كبير قوي على الاندكتورز انا بشوف انها مش احسن حاجه. طيب يبقى انا كده عرفت ان انا عندي مستهدفات قرب فين؟ قرب المستويات. لكن انا لو بستهدف، انا عايز مستويات من 200 ل 261 فيبو كشكل الموجه كلها، وانا اصلا بستهدف اطلع اخسر اخر قمه تشكلت، فانا بالنسبه لي انا ببحث عن مستويات ال 18 جنيه ونص، ولكن ده سابق الاوان. طيب خليني بقى اروح واشوف انا فين. بمنتهى البساطه هننزل المجدي تحت وننزل على فريم 4 ساعات، ناخد شويه تفاصيل بقى. هلاقي بمنتهى البساطه ان انا الانعكاس اللي حصل عندي من المستويات دي. احنا يا شباب عملنا 1 2 3 وطلعنا A B C A B C، وعملت الموجة الخامسة وبعد كده هبطت على شكل A B C، فبالتالي ده 1 من 3 تشكل عندي اهو. هلغي بقى الفيبوناتشي القديم ده وخلينا اركز في الموجة التالتة بتاعتي اللي انا شايف ابتدت منين؟ من المستويات دي اهو، تمام. عملت 1 2 3 A B C A B C وعملت الموجة الخامسة. طيب المفروض ان انا هستهدف طبعا التصحيح العميق ده، لا غالي كل اي تصحيح بسيط، لا غالي الا التصحيح الاكبر والاعمق. طيب يبقى انا المفروض هعمل ايه؟ هستهدف مستويات 261 فيبو منين؟ من المستويات دي، ادي القمة وادي القاع، تمام، وادي القاع بتاعي. طبيعي لو انا السعر تراجع لمستويات 38 فيبو الى مستويات 50 فيبو بشتري. يعني انا عندي منطقه طلب مهمه جدا جدا، لان مفيش صعود بدون تصحيح، هيصحح هيصحح، تمام. انا عندي المنطقه دي منطقه مهمه جدا، اي تراجع ليها فانا بشتري وبعزز السهم ده بمنتهى البساطه، اللي هي المناطق اللي فين؟
اللي هي المناطق اللي عند 50 فيبو لحد مستويات 78، اللي هي من 7 جنيه ونص لحد مستويات ال 7 جنيه و15 قرش. اي تراجع من المناطق دي هيكون فرصه للتعزيز بمنتهى البساطه، وما زلنا في الموجه الثالثه، اعتقد انها هتكون اعنف. المفروض ان انا كسرت، هعمل واحد، هرجع اتراجع بشكل بسيط قوي، ممكن ارجع داخل مستويات ال 61 ال 61 ل 50 فيبو، وما انزلش كمان، يعني ممكن ارتد من مستويات ال 50 فيبو هنا وما انزلش لمستويات ال 38 فيبو. فاحنا هنراقب التصحيح القادم بدقة، لان ممكن ما ينزلش، لان انا لو جيت ابص الاقي انا عندي على فريم الديلي كمان، او هلاقي، انا متاكد الاقي شمع فوليوم، اوف، الاقي شمع فوليوم عالي قوي وقوية بمنتهى البساطة يعني، وده بيعزز عن شمع فوليوم جبار اهو، شمع قوي جدا في المستويات دي. فاي تراجع من الشمع دي هو فرصة للشراء. فممكن كمان، انا متوقع كمان انه ممكن ما ينزليش لمناطق ال 38 فيبو، لا ممكن كمان ينزل لي من مستويات ال 61، يعني انا ممكن افكر اشتري من عند مستويات تحت مستويات ال 8 جنيه باي صعود تصحيح قوي، لان احنا متوقعين ان الموجه الاولى دي لما بتصعد بيحصل منها تصحيح عنيف، ممكن يوصل لمستويات 61 78، ممكن يبقى بول فلاج ويبقى على شكل مستويات ال 38%. طيب اي تراجع اشتري، اول مستهدف ليا فين؟ ال 11 جنيه ونص، وتاني مستهدف او اهم مستهدف ليا هو مستويات ال 15 جنيه للموجه الثالثه اللي انا فيها دي حاليا. طيب هل ممكن الموجه الثالثه دي توصل لمستويات ال 261 فيبو؟ ممكن، واحنا شفناها مع موبكو وشفناها مع بيف، وبالتالي هيكون الموجه الثالثه هتوصل، الموجه الخامسه قصدي، هتوصل لحد مستويات 18 ونص، ونوصل لمستويات ال 261 فيبو. طيب خلاصة الكلام اللي احنا بنقوله ايه؟ ان الشمس مميز جدا، ومكان اي تراجع للمناطق دي او بمنتهى البساطة انا هشيل بقى الفيبوناتشي ده خالص وهريحك بمنتهى البساطة. انا عندي منطقة طلب بمنتهى البساطة، دي كلها منطقة طلب، اهم حاجة ما يكسرليش المناطق دي، شايف المناطق دي كلها دي مناطق طلب، انا مستني تصحيح يرجع ضعيف عشان اشتري بمنتهى البساطه، لان انا بستهدف ايه؟ انا قلت انا خلصت موجه، صححت اتنين، فما زلت بستهدف الموجه الثالثه اللي هي الاطول والاعنف. طيب ده سيناريو. السيناريو الثاني ان احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نرسم على شمعه الديلي بتاعتنا وناخد منها اهداف. احنا عندي شمعه بفوليوم عالي قوي، ممكن الشمعه دي يحصل فيها تراجع في السعر لحد مستويات مثلا من 78 فيبو لحد ال 50 فيبو. طيب عندي فيبوناتشي ريتريسمنت، واخد القمه واخد القاعه اللي تشكل هنا. طيب بمنتهى البساطه انا هستهدف الشراء منين؟ من لما اكسب مستويات ال 8 جنيه لحد مستويات 7 جنيه و60 قرش، دي كلها مناطق طلب يعني سابقه للمنطقه اللي انا بتكلم عليها. انا عايز اشوف التصحيح اللي هيحصل من الموجه دي، وبعد كده استهدف الشراء. اي واحد اشترى من مستويات ضعيفه، او حد اشترى من المستويات دي وبيستثمر على المدى الطويل، نعتقد ان السهم له مزيد من الصعود، والسهم له مزيد من الاهداف السعودية. حتى احنا نشوف ان الصعود ده فجوة قوي جدا، حتى على فريم الساعة الشمعة قوية جدا، فما زلت اتوقع للسهم مزيد من الصعود، وبالتوفيق.